نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة يعني موضوع لفت أنظار الجميع في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، هنتكلم عنه بالتفصيل ونقول لحضراتكم إنه فنانين من 72 دولة اجتمعوا في النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم في 2018 وقدروا إنهم يبدعوا النصب التذكاري لإحياء الإنسانية. بنشوف مع حضراتكم على الشاشة، ويعني شفناه في حضن الجبل في حفل ختام النسخة الرابعة للمنتدى من أيام. نصب التذكاري مش مجرد عمل فني، ده وراه قصة حولت هذا النصب لرمز، هتكلمنا عنه بالتفصيل صاحبة فكرته المصممة الفنانة شوشة أبو الخير. صباح الخير عليكي، ولو تحكي لنا وتعرفي سادة المشاهدين فكرة هذا النصب التذكاري، بداية الفكرة كانت إزاي وإزاي تطورت ووصلت للشكل اللي احنا شفناه على المسرح في الحفل الختامي. صباح النور هدير، صباح النور أحمد. يعني مبسوطة جدا إنه موجودة معاكم النهاردة. فكرة النصب التذكاري بمنتهى البساطة هي كانت فكرة بنحاول نقول للناس بيها إنه مهما كان الإرهاب، مهما كان المشاكل اللي بتحصل حوالينا في العالم، محتاجين نفضل نحافظ على إنسانيتنا. النصب التذكاري هو عبارة عن 195 شاهد عليهم منحوتات قلبية للقلب البشري بالطريقة اللي النحاتين شافوها، بيمثلوا 195 دولة، وده يعد أكبر تجمع فني في العالم أو في تاريخ البشرية. عمره ما حصل وجم كلهم على أرض سيناء، على أرض مصر، ينحتوا الأعمال الفنية دي. صحيح. وبالمناسبة ده أول عمل فني يفتتحه رئيس الجمهورية. صحيح. يعني احنا متعودين انهم بيفتحوا الاعمال يعني الصناعيه الاقتصاديه، بس دي كانت يعني حاجه كويسه قوي في للمجتمع الفني ككل. ودي ببساطه فكرته. شوشة، انت اتكلمتي عن الفكرة، لكن في الحقيقة الرسالة مش موجودة في النصب التذكاري فقط، يمكن كل مكان وكل شبر في الموقع ده ليها رسالة وليها دلالة وبترمز لحاجة بعينها. كلمينا على البوابة والهدف منها ورسالتها. هو لما افتتحناه في 2018 كانت توصيات السيد الرئيس ان احنا قرر انه هينقل المنطقه دي كلها وتبقى منطقه هادفه لحمايه حقوق الانسان في كل العالم. فادى الامر ان احنا نشتغل على مدينه كامله، مدينة ثقافية ترفيهية هتبقى من يعني إن شاء الله افتتاحها آخر السنة. ودي اللي احنا ورينا يعني اللي الناس شافوه يوم الختام، كانوا 5%. احنا ابهرنا العالم، مش ورينا بس، احنا ابهرنا العالم بالموقع الفريد ده. الحمد لله الحمد لله. وأنا وكل الناس زمايلي اللي اشتغلنا على المشروع ده كنا بنهتم بأدق التفاصيل، يعني من أكبر حاجة لأقل حاجة. بالنسبة للبوابة أنا آسفة، اتفضلي. البوابة فيها 7 أعمدة، لو حضراتكم خدتوا بالكم كل عمود بيشير لواحد من حضارات السبعة اللي مصر اتبنت عليها أو بتنتمي ليها. في لقطة تانية مهمة قوي، قوس الإنسانية اللي هو كان بالظبط قبل المكان وكان جاي كتير في التلفزيون. القوس ده نسبه دايما المصممين بيتباهوا بالنسب. القوس ده أنا كمصممة ما عملتش النسب بتاعته، أنا جبت statistics أو إحصائيات بتوري ضحايا الإرهاب في كل دولة في العالم في الألفية الجديدة من سنة 2000 لسنة 2018 وقت تصميم القوس، وحطناها على زي جراف وخدنا النسب دي رسمنا بيها القوس. فالقوس ده طالع يعني 100% من ارواح الضحايا. وده في حد ذاته شاشه، يمكن احنا عشان نعدي بس من القوس ده او من البوابه دي نفتكر ان اللي احنا فيه من امن وامان واستقرار ومستقبل كمان مشرق ومزدهر ضحى من اجله يعني هؤلاء، صح؟ حقيقي ده 100%. وكانت الرساله انه الضحايا مش في مصر ومش في العراق ومش، صحيح. الضحايا في امريكا وفرنسا وفي العالم كله،
ومصر كانت واخده القضيه ان هي تقف قدام الارهاب لحد الحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم على الموضوع ده كحاجه يعني في الماضي. صحيح يا شوشو. طيب كمان انا كنت عايزه اعرف منك المسابقه اللي حصلت في فينيسيا الايطاليه، وانه ده كان العمل المصري والعربي الوحيد اللي كان ضمن الخمس اعمال الكبار اللي فازوا في المسابقه في اكتوبر اللي فات. المصري والعربي والافريقي. دي مسابقه بتتعمل كل سنه في فينيس، في مهرجان فينيس الدولي، اسمها ارت لاجونا برايز، بتكرم اعمال من العالم كله فنيه، بس طبعا اللي مسيطر عليها التلاينا يعني معظم، لان هم فعلا يعني ناس متفوقه جدا فنيا. النصب التذكاري احنا قدمناه واختير ضمن افضل خمس اعمال فنيه في العالم في سنه 2021، السنه اللي احنا قدمناه فيها. كنت متخيله طيب ان ده هيحصل بما انك انت شخصيا بتقولي انه التلاينا مسيطرين على هذه المسابقه؟ لا هقول لك الصراحه ما كنتش متخيله خالص، بالذات لان انا بنتمي اكتر للمجال التصميم والعماره والمجال التاني، لكن ده مجال فني، فكنت داخله يعني بنافس مش في المجال بتاعي. وما شاء الله تفوقت يعني. الحمد لله الحمد لله. هو العمل الفني حقيقي هو اللي تفوق، لانه فعلا حاجه انسانيه وحاجه يعني لو حضراتكم رحتوا هناك، وانا بدعوكم ان انتوا تروحوا تزوروه، على الحقيقه الطاقه هناك حقيقي مكان مقدس، من اول الجبل لحد الطاقه اللي النحاتين سابوها في كل عمل فني. احنا رحنا وشفناه يا شوشه، وكنا موجودين في حفل الختام، وزي ما بتقولي هو فعلا مكان اكثر من رائع، ويمكن في طاقه موجوده في المكان، طاقه ايجابيه ورساله حقيقي. سلام حقيقيه. بس انت كنت وصلت متخيله، للناس كلها الحقيقه، كنت متخيله شوشه ان هو يتحول من رمز للانسانيه، رمز من للسلام، لمؤسسه زي موجه السيد الرئيس؟ حقيقي بقى دي نقطه حلوه قوي، وعايزه اقول انه يعني ده يمكن الموضوع ده ما حدش يعرفه. نعم. نفس البروبوزل يعني نفس المشروع ده اتقدم على فكره قبل كده في 2017 لهيئه ثانيه. نعم. واترفض، لانه بالنسبه لهم كان حاجه غريبه جدا، ويعني ايه يعني هنجيب قلوب ونحطهم في الصحراء. وهنا بقى تبان رؤيه منتدى الشباب. عشان كده عايزه اسالك يا شوشه، الجهات اللي سندتك علشان بالظبط هنا بقى يعني حقيقي لازم ادي كريدت للمنتدى الشباب، لان هم كانوا يعني متفتحين للغايه وعايزين يعني يتبنوا ويشوفوا افكار ما اتعملتش في العالم. صحيح. وده كان واحد منهم، ومش بس ده، هم تبنوا ناس كتير وافكار كتير ودعموها، وده اللي حصل معايا، ان هم خدوا المشروع وبقى مشروعهم، وبقى يعني بيكافحوا عشانه وبيحاربوا عشانه لحد ما وصلناه للمرحله اللي هو وصل لها. انا كنت الحقيقه انا كنت قاعده في الحفل الختام، يعني مش قادره امسك يعني دموع من كتر ما الحقيقي الموضوع ده ابتدى بحلم، عارف اللي هي بيتقال عليه الاحلام البريئه. كلنا في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، الفنانه شوشه ابو الخير بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. يعني